شي محمد عضو مكتب وطني النقابه الديمقراطيه للعدل. ياتي اليوم هذه المسيره الوطنيه في سياق الحوار القطاعي وفي سياق تنزيل في سياق الاحتجاج على المطالب العادله والمشروعه لكتاب الضبط والتي تلخص بكل بساطه في القانون الاساسي المحفز والمحصن لكتاب الضبط. واليوم هذه المسيره هي رد فعل على تملص الحكومه في شخص رئيس الحكومه على اعتبار انه قال في الحوار المركزي على ان الحوار القطاعي يعتبر رافد من روافد الحوار المركزي. كنستغربوا على انه مجموعه من القطاعات استفدت من زيادات في القانون الاساسي ديالها كالصحه والماليه ومجموعه القطاعات، الى انه كان نجابه في النقابه الديمقراطيه للعدل او في كشغيله ديال العدل بعدم الالتفاف المطالب، عدم النظر للمطالب ديال كتاب الضبط. وهذا في الحقيقه هو نوع من الاقصاء كتمارسه هذه الحكومه الراسماليه، حكومه التي اختارت ان تكون اصطفافا غير مفهوم. الاشكال كما قال الاخ الكاتب الوطني ليس مع وزاره العدل، لان وزاره العدل نحن متفقون مع على صيغه متوافق حولها، الى انه اليوم كاين رفض ديال وزاره الماليه الغلاف المالي. وكنتفاجئوا لان اليوم الغلاف المالي المتحدث عنه ولا المتفق عليه هو واحد الجزء بسيط امام الاغلفه الماليه اللي كترصد القطاعات اللي لا طائل منها. اذا لاصلاح منظومه العداله ما يمكنش انه ما تكونش ترصد واحد الغلاف المالي في اطار التحصين والتحفيز اللي كيؤدي بالضروره الى اصلاح منظومه العداله اللي كتشرف عليها الحكومه وكيشرف عليها السلطه القضائيه باش لتنزيل وتحفيز كتاب الضبط. وتحيه وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.